عبد الباسط. موضوع امام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، ماشي. هل هم هيبقوا في قائمه المنتخب لكاس الامم الافريقيه ولا لا؟ ده سؤال. خلينا اقول ان هو ليه شقين، يعني الشق الاول انه استبعادهم كان عدم التزام لجزء معين من التدريب، فبناء عليه انا استبعدتكم المعسكر ده ومش هتلعبوا المباراه دي. المعلومه اللي عندي والمؤكده انه لازم اللعبه تعتذر، دي نمره واحد. نمره اتنين، في قائمه 55 لعيب هتتبعت يوم 14 ديسمبر، هم هيكونوا في الثلاثه، هيكونوا في القائمه لاسباب بسيطه جدا، لانه الراجل ما بيحبش يلعب كتير في الاسماء اللي بيختارها، دي نمره واحد. نمره اتنين، ال 55 اسم هيبقوا من القوائم بتاعه ال 13 ماتش اللي لعبهم، مش هيطلع براهم، بس وارد لا قدر الله ان يحصل اي اصابه في وسط الملعب، فبالتالي هو عنده طارق حامد وامام عاشور هو ركائز اساسيه بالنسبه له، حسين الشحات في الحته اللي قدام، هيبدا يقلص هذا العدد ل 27 لاعب في 3 يناير. ماشي. بص، ال 27 لعيب هو برضه راجل مش هيطلع براهم، يعني في مراكز اساسيه ومراكز ثابته، ولكن موقف امام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات هو مرتبط لما يعلن قائمه ال 27. ماشي. لو الراجل ما عندوش اي اصابات وهو مقتنع تمام الاقتناع باللي معاه، خلاص مش هياخد اللعيب، ولكن فنيا لو اللعيبه كويسه هو ما عندوش مشكله يرجع اللعيبه ويضمهم، بس هو عمل لهم قرصه ود، هو شايف ان دي الصح. شرط الاعتذار موجود ولا مش لازم قوي يعني؟ مش قوي، بس الطبيعي انه في بعض يخفف الاجواء. في بعض، في ناس بتتدخل، يعني هو في فيتوريا ما طلبش. بس في ناس حريصه ان اللعيبه تكون موجوده. ماشي. فبيتكلموا معاهم انه الطبيعي لو انت مثلا بتتكلم في مداخله او بتتكلم في حاجه فاتسالت في هذا الامر، فالطبيعي ان انت تعتذر او توضح بشكل يرضي فيتوريا، بحيث انه الامور تبقى اهدى شيء، وان انتوا تبقوا موجودين في قائمه كاس الامم ان شاء الله.